الحركية الكبيرة التي شهدها ريال مدريد في سوق الانتقالة الحالية وصفها الكثيرون بناجحة من المنظور الاقتصادي، فقد قام الريال بانتداب لاعبين بأموال أقل من تلك التي دخلت خزائنه من عائدة بيع بعض لاعبيه على غرار موراتا وخامس رودريغيز، مما حقق لنادي الملكي فائضا ماليا كبيرا. المزيد في سياق التقرير التالي. السياسة التسويقية لريال مدريد توصف بالناجحة، والفكر الاقتصادي الذي يتمتع به بيريز دفع الكثيرين إلى اعتباره بائعا لا يخسر، فبطل الليغا حسب تقارير صحفية استفاد من مبالغ كبيرة ببيعه لمجموعة من اللاعبين، فعلى سبيل المثال موراتا الذي تعاقد معه تشيلسي بمبلغ 80 مليون يورو منح لريال مدريد فائدة صافية قدرت ب 50 مليون يورو بعد شرائه من يوفنتوس ب 30 مليون يورو. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل يقال عن بيريز بأنه إذا لم يحقق أرباحا لم يخسر، فالريال قام بانتداب دانيلو من بورتو ب 30 مليون يورو وتم بيعه لمانشستر سيتي بالمبلغ نفسه. توفير الأموال تواصل بالنسبة للريال بعد إعارة خاميس رودريغيز للبايرن لمدة عامين بمبلغ 10 ملايين يورو، تضاف لها قيمة تقارب 50 مليون يورو في حال شرائه. أما ماريانو دياز القادم من لاكاستيا والذي ظهر لأشهر قليلة في الفريق الأول للريال فتم بيعه لفريق ليون بأقل من 10 ملايين يورو. إذا نظرنا إلى الأموال المحصلة من بيع الصفقات والتي تفوق 120 مليون يورو، وإذا حصينا تعاقدات الريال الأخيرة ثيو هيرنانديز وداني ثيبايوس، نجد أن الفائض المالي للريال يقارب 80 مليون يورو، أمر قد يساعد الريال على انتداب اسم كبير دون النظر إلى التقشف أو البحث عن أموال لتحقيق أي صفقة كبيرة. انتقل الصربي ألكسندر كولاروف من مانشستر سيتي إلى روما بعقد لثلاثة مواسم. النادي الإيطالي أعلن أن الصفقة بلغت 5 ملايين يورو، وأن المدافع البالغ 31 عاما التحق بزملائه في معسكر بوسطن استعدادا للموسم الجديد. يذكر أن كولاروف أمضى 7 سنوات مع السيتي وتوج معه مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يعود للدوري الإيطالي من جديد بعد أن خاض تجربة مع لاتسيو من العام 2007 إلى 2010. هذا يعيش مانشستر سيتي حالة تجديد كبيرة لصفوفه هذا الصيف، وهو ما يؤكد عدم رضا المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا عما حققه الفريق الموسم الماضي، فقد تخلى النادي عن 8 لاعبين حتى الآن وضم في المقابل 4 من اللاعبين الجدد. We are talking with not too much players, but with 3-4 players to try. لا نتحدث مع الكثير من اللاعبين، نتفاوض مع 3 أو 4 لاعبين في سعينا لأن ينضموا إلينا. تفكيرنا ليس فقط للموسم المقبل وإنما للمواسم 3 أو 4 القادمة. نحن بحاجة لأن نحدث التغيير في صفوف فريقنا وأن يساعدنا اللاعبون الجدد في عملية البناء. بعد عام على تجربته الإنجليزية ارتأى جوزيب غوارديولا أحداث ثورة في صفوف مانشستر سيتي، اعتقادا منه بأن الحرس القديم قد أصبح عبئا على الفريق. أولى خطوات الثورة كانت بتخلي عن لاعبين جعلوا من معدل أعمار السيتي يفوق 30 سنة، رقم لا يتناسب مع مجهودات خطط المدرب الإسباني، فأبعد من انتهت صلاحيتهم وأعار من قد يعودون لرشدهم ومستواهم الحقيقي. غوارديولا الذي ارتبط اسمه بسقف طموحات لا حدود له وضع مخططا بدأ بتنفيذه مع دخول سوق الانتقالات حيز التنفيذ، حيث وصله البرتغالي برناردو سيلفا من موناكو، والذي سيعول عليه في مساعدة دافيد سيلفا وكيفين دي برويني في جعل خط وسط السيتي مشابها لما كان يملكه في برشلونة. جوزيب انتقل للخطوة الثانية التي أرقته كثيرا الموسم الماضي، تخلص من الحارس الأرجنتيني ويلي كابيرو وجاء بآخر من قارة أمريكا الجنوبية أيضا، البرازيلي إيدرسون حط رحاله في مدينة مانشستر تحت مسمى ثاني أغلى حارس في العالم وهو في سن 23 فقط خلف الحارس الأغلى الأسطورة جان لويجي بوفون. معاناة الفيلسوف الثالثة تمحورت في خط الدفاع الذي أبعد عنه لوحده 4 لاعبين، وبالتالي فإن وصول كايل ووكر ودانيلو وبنجامين ميندي حتى اللحظة حالة طبيعية لمدرب يرغب في بلوغ أقصى حالات القوة. فالنقاد قد يبررون خروج السيتي خالي الوفاض في موسمه الأول، ولكن
لن تحضر التفسيرات ولا المبررات. امرت سنته الثانية دون بصمة. وكان لاعب مانشستر سيتي السابق حاتم الطرابلسي نجم المنتخب التونسي سابقا ومحلل قنوات بي ان سبورتس قد اعتبر في نشرة سابقة ان الانتدابات التي يجريها جوزيب غوارديولا ستدعم الفريق بعدما خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض. غوارديولا في الموسم بدايه الموسم الماضي كان عانى على مستوى يمكن التأقلم بشكل جيد مع الدوري الانجليزي، ولذلك لاحظ ان هنالك عده نقائص وتكلم عليها في الموسم الماضي، قال أن الفريق يحتاج إلى ظهير قادر أن يدافع أو يهاجم كما يقوم بنفس المهمة دفاعا وهجوم، كذلك أنه بعض الانتدابات لا يقدم المطلوب كالاستغناء على هارد واستخدام كذلك الحارس برافو والذي كان في الموسم الماضي نقطة ضعف الفريق، كذلك الدفاع ستونز لم يقدم الإضافة، غياب كومباني على طيلة معناها المباريات المهمة بالنسبة للفريق، خروجه من جميع البطولات، هذا ما جعل من المدرب اكيد هنالك خطه ما بين المدرب واداره النادي في الدخول لسوق الانتقالات بقوه، ودخل هذه السوق بقوه انتداب والكر، انتداب الان دانيلو، هناك اخبار كذلك على الظهير الايسر ميندي من موناكو، اضافه برناردو سيلفا، اضافه الى الموجود، لكن يبقى انا اظن الى غايه الان لم يقم بانتداب قلب دفاع يعني في 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 الان، وفي صوره اصابه كامباني سيعاني الفريق ستونز واتمندي انا اظن لا في الموسم الماضي ولا اظن معناها قادرين على ان يلبوا ما يريده معناها غوارديولا، لذلك دائما المدرب غوارديولا في تصريحاته ان الفريق يسعى الى تعاقدات، اظن يمكن على المستوى وسط ميدان ومستوى وسط الهجوم الفريق جيد، يعني موجود اغويرو، موجود جيزوس، موجود الان برناردو سيلفا، موجود سيلفا، موجود دي بروين، موجود ستيرلينج، موجود ساني، يعني على المستوى الهجوم الفريق جيد، لكن يبقى مشكلة على مستوى الدفاع. اكد نادي تشيلسي ان لاعبه الاسباني بيدرو رودريغيز قطع جولة الفريق الإعدادية عائدا إلى عاصمة لندن بعد إصابته بارتجاج في الدماغ عقب صدمه العنيف مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى أرسنال ضمن كأس الأبطال الدولية الودية في بيجين. وقال النادي اللندني على موقعه الرسمي إن رودريغيز البالغ 29 عاما قضى ليلة تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات بالعاصمة الصينية بيجين قبل أن يقرر الجهاز الطبي عودته إلى لندن من أجل الخضوع للمزيد من الفحوصات. في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد أرنستو بالبردي استهل برشلونة مشاركته في كأس الأبطال الدولية الودية بالفوز على يوفنتوس بهدفين لواحد في مجموعة أمريكا الشمالية، في حين حقق توتنهام هوتسبير فوزا مثيرا على باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لاثنين. الجميع كان في انتظار ما سيفعله المدرب الجديد أرنستو فالفيردي في أول مباراة له مع برشلونة، وإن كانت على الصعيد الودي ضمن كأس الأبطال الدولية في مواجهة يوفنتوس، إلا أن نيمار هو من خطف الأنظار داخل المستطيل الأخضر، ليس فقط بسبب التقارير حول انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، لكن أيضا بسبب تألقه اللافت خلال اللقاء. النجم البرازيلي افتتح باب التهديف للبارسا عند الدقيقة 15، وبعد 9 دقائق دون ابن 25 على هدفه الثاني في شباك جيان لويجي بوفون بعد تمريرة من ليونيل ميسي. وبعد تبديلات أجراها المدربان في الشوط الثاني قلص البديل جورجو كلين الفارق للسيدة العجوز عند الدقيقة 63 لتنتهي المواجهة على إيقاع فوز هو الأول للبلاوغرانا في حقبة فالفيردي. في مباراة أخرى ضمن مجموعة أمريكا الشمالية أيضا أثبت توتنهام هوتسبير دخوله الموسم المقبل بقوة بفوز مثير على باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لاثنين. بعد 6 دقائق من صافرة البداية افتتح النجم الأوروغواياني إدنسون كافاني التسجيل لفريق عاصمة الأنوار، الذي أشرك الوافد الجديد البرازيلي داني ألفيس في التشكيلة الأساسية. وفي حين أبقى موريسيو بوتيتشيتو هاري كين ودالي ألي على مقاعد الاحتياط حتى الشوط الثاني، تقدم توتنهام بالنتيجة بعدما وقع كريستيان أريكسن على هدف في الدقيقة 11 وبعدها أريك داير ب7 دقائق، ليأتي الرد من قبل رجال أوناي إمري بتسجيل خافيير باستوري هدف التعديل عند الدقيقة 36.
إلا أن فرحة مشجعي باريس سان جيرمان لم تكتمل بخروج حارس المرمى كيفن تراب ببطاقة حمراء مطلع الشوط الثاني بعد لمسه الكرة بيده خارج حدود منطقة الجزاء، ليواصل الفريق المباراة بعشرة لاعبين ويتلقى بعدها هدفين في شباكه، الأول من قبل البلجيكي توبي ألدرويرلد عند الدقيقة 81، والهدف الثاني عبر ركلة جزاء نفذها هاري كين بنجاح قبل النهاية بدقيقتين. تعتبر المباراة أمام البي إس جي أقوى المواجهات الاستعدادية لفريقنا. فريق باريس سان جيرمان واحد من أكبر الأندية في عالم الكرة. لقد كنا جاهزين في هذه المواجهة للفوز والتأكد من مستوى فريقنا قبل بداية الموسم. جميع هذه الاستعدادات تصب في التحضير لدخول الموسم بشكل جيد والعمل المكثف بهدف الفوز بالدوري والكأس. هذه هي أهدافنا. تسجيل فريقنا لأربعة أهداف هو مقياس جيد، وسنواصل العمل للتحضير لمباراتنا القادمة في نيويورك بعد أيام قليلة. كل ما يهمني شخصيا هو الفوز بالكثير من المباريات والألقاب مع فريق باريس سان جيرمان وأن نتوج في آخر الموسم بحمل الكأس. وبعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة أكد مدرب بطل إيطاليا ماسيميليانو أليغري أن فريقه قدم مباراة جيدة، خاصة وأنها المباراة التحضيرية الأولى له أمام مدرب البارسا إرنستو بالبردي، فقد أثنى على جهود اللاعبين وأدائهم في أول مباراة له مع الفريق. كانت أمسية رائعة مع فريقين قويين يحضران للموسم الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها كانت مباراتنا الأولى ولم نحضر بشكل كامل بعد. كانت هذه المباراة مهمة جدا من أجل افتتاح تحضيراتنا للموسم الجديد. ظهرت أشياء جيدة كثيرة في المباراة الأولى مع الفريق، خاصة مجهودات اللاعبين وأخذ الأسبقية في اللقاء، كذلك اللعب الجماعي سواء في الهجوم أو الدفاع. نحن في مرحلة يجب علينا أن نلعب فيها أكثر ونعطي انطباعا جيدا، وأعتقد أن هذه المباراة فادتنا من هذه الناحية. قمنا بعمل جيد، وما زاده تميزا هو تحقيق الفوز. خلال جولة الأسيوية عبر نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو من العاصمة الصينية بيجين عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي حظي به، مشيرا في الوقت ذاته لأنه يطمح دائما لمواصلة التألق والتتويج بالألقاب. أنا سعيد جدا، أعرف أن جميع الناس يحبونني ويتابعون أخباري، وهذا أمر رائع. أن أكون هنا في الصين هذا مهم بالنسبة لي لأنني أدركت حبهم لي، ولدي أيضا الكثير من المشجعين هنا. كما قلت دائما، إذا لم تكن لديك الموهبة فمن الصعب تحقيق الأحلام، لكن عليك أن تعمل بجد في الحياة، وهذا ما كنت أفعله وسأواصل ذلك، لأن كرة القدم هي حياتي، وأتمنى أن أواصل أيضا تسجيل الأهداف والفوز بالمزيد من الكؤوس، وهذا هو الأهم. فاز فيليب لام بجائزة أفضل لاعب ألماني لموسم 2016-2017، وتصدر لام الاستفتاء الذي أجرته مجلة كيكر الرياضية التي تمنح هذه الجائزة، حيث حصل على 242 صوتا متفوقا ب50 صوتا على صاحب المركز الثاني توني كروس لاعب ريال مدريد.